والآن نعلن نتيجة المسابقة الفنية لعام 2018 للمدارس على مستوى الجمهورية، والمدرسة الفائزة هي مدرسة حريتنا. الله، ألف مبروك يا هال، ألف مبروك. أنا كنت واثقة إن الولاد قد المسؤولية وهيكسب. طب يلا بقى اطلعي استلمي الجائزة من معالي الوزير. صباح الخير يا حضرة النظر. صباح الخير يا أستاذة هالة، مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذة، حضرتك بعتيلي عشان كده؟ الحقيقة لا، أنا على مكتبي استدعاء رسمي من مكتب معالي الوزير. أعتقد إن الموضوع ده ما بعتش عنك. ده أنت الناس بتوعك قالولك بقى على كل حاجة. أيوة بس متأخر قوي. أنا بقالي أكتر من 10 أيام بتواصل مع مكتب الوزير، وقدمت بيانات ومستندات وشهادة أهالي التلاميذ بكل اللي بيحصل في المدرسة. اسمعيني كويس يا بنتي، أنا مش فارقة معايا اللي هيعملوه، وتاريخي الطويل ممكن يخليهم يكتفوا بنقلي في حتة تانية أقل من هنا. بس اللي عايزاكي تعرفيه إن كل واحد من المدرسين اللي هنا في رقبته بيت وعيال والتزامات ملهاش أول من الآخر. وده مبرر إنكوا تجبروا التلاميذ على الدروس الخصوصية وتهينوا وتكسروا الفقرة منهم؟ كان لازم نعمل كده عشان بيوت الناس دي تفضل مفتوحة. أنت يمكن مستواكي أحسن من ناس كتير هنا ومش فارقة معاكي. ده مش مبرر للغلط، وموقفي ما كانش هيتغير حتى لو كنت أفقر واحدة فيكم. ده كلام إنشاء، ما يأكلش جعانين ولا يعالج عيان ولا يدفع فواتير ولا يسد احتياج بيوت مفتوحة. وهي الأهالي هتتحمل إيه ولا إيه؟ مش كفاية اللي هم فيه؟ اللي بيحصل هنا كل واحد من الأهالي بيعمله هو بس بطريقته. ده قطره ما بيقفش يا بنتي، اسمه الجري ورا لقمة العيش. كده كل حاجة غلط يا حضرة النظرة. أديكي قلتيها، كل حاجة غلط. أنا هقولك على حاجة أول مرة أقولها لك، أنا بحبك جدا لأني زمان كنت زيك بالظبط. بس الزمن والظروف بينحتوا البني آدم، بيعملوا منه حد تاني هو نفسه ما يعرفوش. ألف ألف مليون مبروك يا فطمطم، نجاح ساحق. يا حبيبي يا سحس، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. مبروك يا فاطمه يا حبيبتي، بقيتي نجمه رشروشه القمرايه، انا بموت فيك. عارفه فاطمه، لو انتجوا لي فيلم اوعدك هخليك الستايلست بتاعته. كل الموديلات تجنن وتهوس يا فطمطم. يا حبيبتي، لولا وقفتكم جنبي ما كنتش عملت اي حاجه. انت جميله وموهوبه وتستاهلي كل خير. مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا دكتور. هو اهم شوكه ما جاش ليها شريف؟ مش فاضلنا يا سيدي، وراها حاجات اهم. يا مرمى، ايه رايك بقى في طنط زينات؟ زي السكر والله يا طنط، ده انا حبيتك قوي. يا حبيبتي انت اللي سكر وعسل كمان، وانا حبيتك زي بنتي هلا بالظبط. بس اوعي اوعي تتجوزي واحد مجنون زي شريف ده يا مرمى. لا حرام عليك يا شوكه، شريف طيب وجدع وابن حلال. احنا مالنا ومال شريف دلوقتي؟ قوليلي بقى يا زوزو، تحبي نكتب الكتاب امتى؟ ها؟ اللي تشوفه يا شوكة. ايوة كده، خلي الدنيا تضحكني. طب بذمتك ما نفسكيش دلوقتي في طبق فول من اللي بدمسه بايدي يا زوزو؟ والله انا مبسوط جدا من القرار اللي انت خدته ده يا منير. انا كان لازم اعمل ده من زمان، عمليه شماء بنتي خبطتني على دماغي يا شريف. ربنا يخليها لك. انت ناوي تقعد في بنها كتير؟ لا انا هفضل رايح جاي عليها لحد ما الموضوع العماره ده يتحل واطمن. هنشوف صاحب البيت ده هيعمل ايه. على فكره شريف، انا متشكر قوي. على ايه؟ على انك خدتني معاك اقابل حازم واسمع منه واكتب عنه. لما سمعت امنيه حازم ما شفتش في دماغي غيرك. الفن يا منير هو الشيء الوحيد الخالد وسط كل تاريخ البشر.
وانت فنان حقيقي، بس حظك قليل. اقول لك على سر، انا كنت بسترخمك واستغمسك وشايفك غيتي، انا ما كنتش طايقك اساسا. ما تضربني ببلطه في وش احسن يا منير. بس عارف انا ما كنتش اعرف اني هحبك قوي كده. وانا كمان ما كنتش اعرف اني احبكم كلكم قوي كده. على فكره شريف، احنا فينا شبه كبير قوي من بعض، احنا الاثنين بندور على اللي جوه الناس. منير، انت قعدت مع عم شوكت لوحدك قريب؟ يا حبيبتي يا فطمطم، انا فرحانه عشانك قوي. ربنا يخليكي ليا يا رشروش يا رب. بجد كنت تجنني واثقه في نفسك كده. ربنا يا حبيبتي يتمم فرحتك دي على خير يا رب. عارفه يا رشا، اكتر حاجه كانت مقوياني النهارده ايه؟ ايه؟ نظره حسين ليا. اول مره اشوف في عينيه انه فخور بيا كده. كمان كان في حاجه غريبه بس جميله قوي، اول مره احس ان حسين شايفني كاني بنته مش مراته بس. يا حبيبتي يا فطمطم، ربنا يساعدكم يا رب ويتم موضوع التلقيح المجهري ده بالنجاح. يا رب يا رشا يا رب. طمنيني عليكي، انت اخبارك انت ومنير؟ احنا الحمد لله كويسين قوي، بس منير دايما بشوف في عينيه نظره اعتذار، نظره اسف. انا مش عايزاه يحس كده ابدا. يا حبيبتي ما تنسيش ان موضوع عمليه شيماء ما كانش سهل عليه برضو. انا مش عايزاه يتكسر يا فاطمه، انا عايزاه يقوى. انا متاكده انه هيكون احسن من اللي انت عايزاه. كمان منير بيحبك وبيحب بيته وولاده بجد، وهيعمل المستحيل عشان يحافظ عليكم. وانا والله والله بحبه قد عينيا. سيدي يا سيدي، يعني خرجنا وقعدنا في كافيه وتعرفنا على ميرفت وتكلمنا في كتب الكتاب. لسه ما حددناش والله يا هالة، معقول هحدد من غيركم برضو؟ طب طمنيني، انت ارتحتي لميرفت؟ اه يا هالة، والله قلبي اتفتح لها على طول ومن اول قعدة. عارفة انا حبيتها قوي واحترمتها بعد موقفها مع فاطمة. ما هي طلع الشوكة يا اختي كميلة، انت وصغننة، هاتي بوسة بقى. ميرفت، مساء الخير يا فاطمة. اهلا اهلا يا ميرفت، مساء النور، اتفضلي. انا جاية ابارك لك على نجاح العرض بتاعك، اتفضلي دي هدية بسيطة. يا ميرفت ليه رسميات دي؟ ما كانش فيه داعي خالص. لا رسميات ولا حاجة، ده اقل واجب. مين يا فطمطم؟ ميرفت، اهلا اهلا يا ميرفت، ازيك؟ ازيك انت يا حسين؟ انا كنت جاية ابارك لفاطمة. انا اسفة يعني ان انا ما جيتش العرض عشان كنت مع بابا. يا حبيبتي كفاية ذوقك وزيارتك دي، تشربي ايه بقى؟ لا 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 ولا اي حاجة، عن اذنكم. استني يا ميرفت، على فكرة فاطمة مش زعلانة منك، كل الحكاية انه كان سوء تفاهم وراح لحاله خلاص. اه والله يا حسين كان سوء تفاهم، صدقيني يا فاطمة. انا فعلا مش زعلانة منك يا ميرفت، وده يساوي عندي كتير قوي يا فاطمة. حلو قوي، يبقى نجيب عصير بقى.